مرثية الشاعر ماجد الشيبة في معالي الشيخ سليمان بن عبد الله المهنا رحمه الله تعالى. إلى الرحمن مرجعنا وإنا نقول كما أتى في الوحي إنا. إلى الرحمن مرجعنا وإنا نقول كما أتى في الوحي إنا. أصبنا والمصاب به عظيم ولكننا صبرنا واحتسبنا. وإن العين تدمع دون سخط وإنا في فراق قد حزنا. تركت مآثرا فينا عظاما ولا نحصي المآثر إن عددنا. وأعظمهن أولاد كرام بهم تحيا ولو كنا دفنا. فمنهم خالد أضحى إماما بمسجد خير خلق الله شأنا. وذو العقل الحكيم ومستشار لدى الشورى مهنا قد تهنا. عبد الله داعية فقيه وكم مما يجود به أفدنا. يليه محمد يحوي علوما قد انقادت له لفظا ومعنى. كذا عبد المجيد سليل ماجد له في المكرمات يد ومغنى. وأحفاد له كالشمس نورا وقد حازوا من العلياء ركنا. إذا ما قيل من هذا فقولوا هو القاضي سليمان المهنا. له في العدل بين الناس باع طويل كم أزاح الظلم عنا. فصيح فوق منبره حكيم وكم من وعظه يوما دمعنا. سقى الرحمن قبرك فيض عفو وعافية وزادك فيه أمنا. سقى الرحمن قبرك فيض عفو وعافية وزادك فيه أمنا. ويوم الحشر في جنات عدن ويا فوز الذي قد حاز عدنا. إلهي ضيفك اليوم المهنا فجد كرما عليه بما تمنى. إلهي ضيفك اليوم المهنا فجد كرما عليه بما تمنى. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.